احنا ضد الغزو اللي بيحصل بأوكرانيا. يتمنى الحرية الدائمة للشعب الأوكراني. نحن لا نتمنى لأوكرانيا إلا الخير، نتمنى لها النصر. هي ضد الإنسانية وما تهديدها بأنه إلا خير دليل على ذلك. ونحن مع الحق، أوكرانيا إلى حق. ولو كنا بجانبهم لرفعنا رايتنا وقاتلنا أولئك الروس الأوغاد. طبعا بالنسبة للحرب الأوكرانية، يتمنى الحرية الدائمة للشعب الأوكراني من مجرم العصر بوتين الذي يحاول إبادة الشعب الأوكراني وتدمير البنية التحتية وتدمير الديمقراطية التي عاش عليها الشعب الأوكراني. طبعا نتمنى النصر للأوكراني على النظام الروسي، وهذا النصر إن شاء الله سيكون ارتداده إيجابي بالنسبة للثورة السورية لكسر عن جهيد الروس في سوريا وفي كل دول العالم. خلال أيام يعني قليلة من بدايته عرّت العالم وكشفت حقيقة عالم هذا العالم المزيف، وكيف تعامل مع القضية السورية، وكيف تجاهل مطالب الشعب السوري المحقة. يعني كانوا على سبيل المثال يقرروا اجتماع يعقدوه يتم شهرين ليحددوا موعد الاجتماع، بينما نلاحظ في الملف الأوكراني الاجتماعات على قدم وساق، يعني وزراء خارجية الأوروبيين يعني يكاد يجتمعون باليوم أو مرتين أو ثلاثة. اجتماع مجلس الأمن لم يحقق النقد الفيتو وكان ضده، فكانت الأمم المتحدة جمعية الأمم المتحدة اجتمعت. فهذا إن دل على شيء يدل على أنه هناك مفارقة عجيبة بين الشعوب العربية والشعوب الأوروبية. طبعا ما يجري في أوكرانيا، نحن لا نتمنى لأوكرانيا إلا كالخير، نتمنى لها النصر. نحن مع الشعوب في السلام، ونتمنى للشعب الروسي أن يدفع ثمن طغيان قادته وعلى رأسهم المجرم بوتين في بلطجته واستهانته بدماء الشعوب وفي إقامة الحروب الغير مشروعة وغير محقة لإعادة الإمبراطورية القيصرية الروسية. وإن شاء الله ما بيخرج من هذه الحرب إلا منهك ومفكك الدولة. الشعب السوري هو جزء أكثر شعب بتأثر بالشعب الأوكراني، لأن نحن تعرضنا وعشنا الألم السابق اللي مارسوا علينا النظام الروسي من قصف وتهجير وتدمير البلاد. لذلك نحن دائما عم ننظر للشعب الأوكراني، لأن نحن كل ما بشوف الأمة عم تبكي بأوكرانيا نحس الألم اللي شفناه بسوريا، نفس الألم نفس الشعور اللي حسيناه. رغم التبادل الأديان ربما، ولكن نحن الإنسانية هي الصفة العامة بالمجتمع البشري. لذلك نحن ضد الغزو اللي بيحصل بأوكرانيا، ومنطالب المجتمع الدول ككل انه يوقف هذا الظلم اللي عم بمارس من قبل الدوله او الدب الروسي بشكل عام، اللي فكر حاله هو الدوله العظمى، ولا كل شيء لازم كل الامر لازم يحصل بده يحصل حتى لو بتدمير بلاد كامل. ان اراده الشعوب بالحريه والديمقراطيه غالبا ما تواجه بالصلف والاستكبار الروسي، وما التدخل الذي كان في سوريا ضد اراده الشعب السوري وحجم الاجرام الذي حصل في بلدنا، وهذا التكرار الذي حصل في اوكرانيا والحرب الظالمه التي شنتها روسيا على الديمقراطيه والحريه والانسانيه في كوريا خير دليل على ذلك، ومدى الاجرام والتدمير والتهجير والقتل الذي يواجه في سوريا وحتى التهديد النووي أصبح خير دليل ماثل أمام الأوروبيين وأمام العالم أمام هذه الهجمة الروسية. برأيك روسيا هي عدوة العالم الآن؟ بالتأكيد، يعني لأنها تقف لوحدها بالإضافة إلى بعض الدكتاتوريات التي صنعتها أيضا روسيا والتي تدافع عنها، والتي تحاول أيضا إيجاد دول على هذه الشاكلة في أوكرانيا أيضا وكذلك أيضا في سوريا. بالتالي هي ضد الإنسانية وما تهديدها بأنه إلا خير دليل على ذلك، وهي دولة استعمارية ترغب في ذلك وترغب في صنع هذه الدكتاتوريات لتستفيد منها أيضا ولتنهب خيرات تلك البلاد، وهذا وقوف ضد الإنسانية بشكل عام. أنا أعتقد بأن الغرب لم يكن يحتاج إلى ما يشاهده الآن في 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 أوكرانيا. يعني ما يحصل في روسيا ليس غريبا، وليس لكن يبدو أنه كانت العيون شبه يعني معمى عن ذلك، لأن الحقيقة ظهرت الآن جلية أمام عيونهم. فالشعب الأوكراني الذي يهجر على الدول الاتحاد الأوروبي وفتح الأبواب أمامه أيضا خير ذلك وخير شاهد على هذا الذي يحصل. وأعتقد بأنه واجب العالم الآن العمل على نقطتين. النقطة الأولى هي كبح جماح الصلف الروسي، وإلا فإن بوتين هتلر العصر سيذهب بالعالم نحو الهاوية. والنقطة الأخرى هي وقف العمل بالنقض الدولي الذي يستخدم من قبل القوى العظمى تجاه الدول وشعوب العالم المقهورة. والله الحرب الأوكرانية بلكي بلتهوا عن العرب، يعني بلتهوا في بعضهم، الله يرمي كيدهم في نهره. نحن فريسة لكل دول العالم،
بل كبلتوا عن هالفريسة نرتاح لنا شوي، ونحن مع الحق، أوكرانيا إلها حق، مين بده يدخل بلدهم ويحاربهم وياخذ لهم بلدهم نحن معهم. نحن عانينا من هذا الاحتلال الروسي الباطش على بلادنا، دمر العباد وقتل البلاد ودمر البلاد ويعني دمر البنى التحتية في بلادنا. فنحن مع الشعب الأوكراني في هذه الحرب، ولو كنا بجانبهم لرفعنا رايتنا وقاتلنا أولئك الروس الأوغاد.